سين الدين بنتيسة، تونس في الفترة الحالية أزمة اقتصادية، أزمة سياسية، وكلام برشا على البلاد خاصة في رئاسة الثلاثة. الوضع الاقتصادي صحيح موش سهل. احنا اللي يهمنا العمل اللي يقوم به رئيس الدولة في كل لقاءات وفي الإطار الثنائي في الإطار المتعدد الأطراف، معناها توفير إمكانيات للشباب، للطلبة، لأصحاب الشهائد، تحسين مناخ الاستثمار، جلب استثمارات أجنبية لتونس. هذا اللي يخص عمل رئيس الدولة. في الحقيقة نعتقد أنه قاعد يقوم به، يبقى الحكومة سيسور قاعدة تقوم بمجهود، يبقى فيه نقايص، هذا ما فيش شك. مجلس نواب الشعب قاعد يقوم بمجهود، ولكن تعرفوا اللي هو متنوع ومو سهل، معناها إيجاد التوافقات داخله. احنا في مرحلة متاع انتقال ديمقراطي، فبرشة أشياء سلبية، ولكن فحاجة أساسية إيجابية، اللي هي أنه المواطن التونسي أصبح سيد ويعبر على رأيه بكل حرية، أقل حاجة مرة كل 5 سنوات. سي بنتيسة، سيد يعبر على موقفه كما يريد، يعني حرية في المواقف، لكن هذا ما يوكلش من يمثله. سامحني، واختيار من يمثله، هذا ما يوكلش الخبز التونسي. جيعان خفته، ما عادش لاحق عليها، وقاعد يتفرج في خصومة سياسية بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، يشوف يسوق دلال في مجلس النواب، نواب قاعدة تتباع وتتشرى اليوم في كتلة غدوة في كتلة أخرى، هذا ما يعمل حتى شيء للمواطن الجيعان. أولا ما فماش خصومة سياسية ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، معناها احنا في تونس نقولوا كل دار فكرها. الحكومة منبثقة على مجلس نواب الشعب، وهو اللي حاسبها، هو اللي يراقب أعمالها، وهي أكيد قاعدة تقوم بواجبها. كما قلت لك، فما هنات، فما صعوبات. الانتقال الديمقراطي ما تلقاش دائما، معناها ما تلقاش شيء سهل. بالنسبة لرئاسة الجمهورية، فما معناها أخيرا الرئيس كان في ألمانيا، فما كلية وجامعة للتعليم العالي وللتكوين المهني تونسية ألمانية، فما إجراءات وفما خط تمويل 130 مليون أورو باش يحضر، أولا يحفز الشباب العاطل على العمل لأصحاب الشهادات باش يقوموا بالاستثمار وباش يحسن مناخ الاستثمار في تونس. الشباب أصلا بطال، الشباب مش لاقى باش ياكل. سامحني، راهي عائلات في المناطق الداخلية، شنو عندكم تعملون؟ حتى أنتم المسؤولين أمام الله وأمام القانون وأمام الدولة وأمام العرف. مسؤولياتنا واللي احنا نجموا نقوموا به ما نبخلوش به، ولكن اللي يقول لك اللي هو باش يخدم البطالة الكل راهو غلط، مش صحيح. احنا نقوموا بمجهود باش نوفروا فضاء، والشباب البطال في وقت من الاوقات، الناس اللي ما عندهاش متاكل، رئيس الجمهورية كي كان وزير اول في ذلك الوقت عطى منحة للشباب لمدة 3 سنوات باش يبحث عن عمل. هو تو رئيس الجمهورية ينجم يفعل؟ لا، ما ينجمش، هذا ماهيش في صلاحياته. وزادة يلزمنا كما قلت لك، يلزمنا كل حد يعمل الشيء اللي مسموح به، مسموح يعني مسؤولية رئاسة الحكومة تعديل الأسعار. مسؤولية رئاسة الحكومة هي تعديل الأسعار، مسؤولية الحكومة تعديل الأسعار، مراقبة قنوات التوزيع، مراقبة الاحتكار، مراقبة التهريب وغيرها، هذا دورهم، ونعتقد اللي قاعدين يقوموا بواجبهم. يبقى فما نقايص ومطلوبين انهم يدعموا، انه يحسنوا فيهم، انه يحسنوا من الريتم نتاع النقايص، معناها من حد من النقايص هذه. ولكن ما نجموش نقولوا انه ما فما حتى شيء. صحيح الظروف صعيبه، صحيح الاسعار، ولكن كل اصلاحات هيكليه تراقبها غلاء. ورئيس الجمهوريه البارح تكلم مع مديره البنك صندوق النقد الدولي باش ما يعطلوش تونس في القروض، باش الطبقات المتوسطة والضعيفة ما تدفعش هي ضريبة الإصلاحات الهيكلية. اعتبرني لا أفهم، القروض لمن تذهب؟ هل للشعب الفقير أم للمشاريع التي تهمل والتي تفشل؟ وأغلب مشاريعنا في تونس مهملة وفاشلة. شوف، أولا ما نجموش كل شيء يمشي سلبي سلبي سلبي. مشاريعنا ما هيش فاشلة، مشاريعنا ما هيش فاشلة، صحيح فما مشاريع ما تنجحش وما تعطيش النتائج المطلوبة، ولكن فما مشاريع تنجح.
عوامل عدة عرقلت السير العادي لمعيشة التونسي وأصبحت تهدد بتوسع رقعة الفقر ورقعة العاجزين عن مجابهة متطلبات المعيشة في ظل وضع اقتصادي واجتماعي متأزم أصحى يهدد استقرار المجتمع التونسي وتوازنه، وهو ما أدى إلى حصول انكماش كبير على مستوى الاستهلاك مما أثر بالطبع على المؤشرات الاقتصادية في تونس. ويضاف إلى هذا الوضع السياسي المشحون بجملة من الصراعات والتقلبات، وهو ما زاد في تعكير صفو الوضع العام للبلاد. ماكسيموم 50 نائب، مهما تغلص مجلس 24 مليار يأكلوا في الورقة، عندهم كوجينة في مجلس النواب أشب من كوجينة أفريكا، يأكلوا في الورقة والقاروس ويحبوا لنا نأخفوا لتونس، نأكلوا في العشاء ما نجموش نأخفوا، ركايبنا فرغت باعي ما عادش نجموا نأخفوا لتونس، تحبوا تأخفوا أخفوا لتوم، أما إحنا إذا وقفنا اليوم باش نأخفوا رانا ما عادش نقعدوا حتى تأخفوا لتوم من الكراسي تروح. شكرا. انا صحابي قوذات ولا نخدم حمال نورمال عادي نخدم باش عادي نخدم بلادنا نخدموها في اي حاجه حتى في البلديه نخدم مع احترامي للناس اللي يخدموا في البلديه خاطر برشا منهم انظف من برشا جدي الكراسي. شكرا. الناس اللي راكبه على الحدث الناس اللي راكبه على الحدث راهي ما عندها باش توصل، احنا باش نعطروها شباب تونس باش يعطروها. ياخذ التليفون اسمعني اسمعني ساهل الموضوع، اللي يحب يرجع يعرفني شكون يرجع للمظاهرات عام صارت 2011 خدام المسرح فيعرف اللي احنا ما نكتميو حتى يار من 2011 ما حليتش فمي حتى فيسبوك ما نكتب حتى شيء، مشيت الثورة مشي كل شيء. احنا اليوم لان ناديو بسقاط نظام باش ما باش مالكوش على الاهداف، لان ناديو بسقاط حكومة، لان انتخابات مبكرة لا حتى شيء. غلاء المعيشة هذا ما انزل الله به من سلطان، غلاء المعيشة مفروض معناتها ناس تحب تواخذ تهيئ يصبح المواطن هو اللي يدفعها بطريقة غير مباشرة وقت اليوس الموالد زيد كروشة قدام الدز. اليوم شكون اللي قاعد يهرب وشكون اللي قاعد يهرب في البلاد ويفرغ فيها البلاد باش الشعب يتفقر وقت يصبح يفقر؟ اش عنده وسيلة بحكم تهميشه 60 سنة مهمش ما عنده لا سياسية لا شيء؟ اعطيني شباب مسيس تو اعطيني اللي تشوفين كله اقسم بالله انا من عبد ضعيف مني، اعطيني واحد مسيس علاش خاطر صار تهميش جملة ماذا بيه يمشي كذباع هكاك كذباع ما فهم شيء وقت يصبح يجوع ويعطش شنو حاسس برك شو تصور مش يعمل؟ لكن كي يصبح عنده وعي عام اليوم كي يقول لك باك بسكات صحيح ثم ناس معناتها الطلبه وتلامذه ناس قرات وفي الاخر تلقاه ملوح، علاش؟ هو ماذا بيها كيك ملوح واليوم الغلاء المعيشه هذا السبب الاول والاخير نتاعه هي رؤوس الاموال واللوبيات اللي تهرب وتزرف. شكون انا نهرب لبرا نهرب في السكر؟ تو السكر يقول لك راني ما زدتش فيه وينه؟ انا عطار في عنده سكر تو الزيت يقول لك ما زدتش فيه، انا تو دابوز نتاع زيت تلقاه امشي على طاقتك زعما انا نهرب فيها ولا المواطن العادي يهرب فيها؟ الناس هذه تحب كانت عاشت قبل في ظل الفساد وكروشة ملاتها تحب نفس العادة تبدأ كروشة تبدأ. خويا المواطن التونسي راه ما عادش خالد باش ياكل قوته نتاع الصباح فطور الصباح باش يوكلوا لولاده ما عادش، وهما يحبوا يعملوا اونغروناج ما بين الشعب وما بين اعضاء وزاره الداخليه، نحن ما نحصلوش المنداف هذايا، هذايا كما قال السيد قبلي انا ما نحصلوش، ماهيش وزاره الداخليه اللي زادت في المعيشه، ماهيش وزاره الداخليه هي اللي حد لنا قوتنا من فهمنا، هذوما سبع سنين وعود وعود كاذبه، وعود كلها كاذبه، الداخليه راهو عون امن يحمي في المؤسسات ويحمي في المنظومه ويحامي علي انا ويحامي عليك انت. منو فينا؟ ومنو فينا؟ متاعنا هذاك ما يدخلوناش في مواضيع تافهه هذه. نحن جوعنا بلغة أوضح، حبوا نخرجوا من تونس خلينا نخرجوا، نخليوها لهم خليهم يحكموا فيها وحدهم، هم قاطعينها الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية، ما ثماش انتخابات. أنا من ذاتي أنا ندعو التوانسة الكل يبعدوها الحكاية هذه، راه ما ثماش ماهيش تحسن تونس، ثم الضوء والماء والزيت ما ثماش، تبوس الزيت المدعم أناش قالتين عليه وما هوش موجود، يبيعوا فيه الناس اللي تخدم في الريستورانات، نحن الدولة ما عادش عندنا فيه حق الزيت،
يا رسول الله، الحكومة ذي تدعي أنها ما غلتش في المعيشة. الحكومة ذي راهي عملت عملية تحايل، أكبر عملية تحايل في تاريخ تونس. راهي زادت في التيفيا، زادت في اللامبو، يعني الفاتورة اللي كان تمشي العطار بعشرة ملايين، ولا العطار يقول زيد عليها في 100 دينار. المية دينار هذه راه باش تحملها الشعب، باش تحملها احنا. انت احسب وقت اللي يزيدك 50 فرنك في اي حاجة في النهار باش يزيدك 3000 و4000، احسبها في الشهر ب 120 دينار، وهما ما زادونا حتى شيء. غالية المعيشة في تونس، راه المواطن غير قادر باش يقاوم غالية المعيشة هذه.